السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى أنكم تكونون بخير وصحة وسلامة. العديد من الناس في شهر رمضان يقومون بشرب المشروبات الرمضانية والتي تكون عادة على شكل بودرة أو سائل أو غيرها من الأشكال. تعتبر هذه المشروبات عالية بالسكريات والسعرات الحرارية وكذلك الألوان المضافة. يمكنكم استبدالها بالعصائر الطازجة أو اللبن أو الماء والذي يعتبر أفضل بديل، لأن مثل هذه المشروبات قد تكون أقل بالسعرات الحرارية وكذلك ليس فيها أي ألوان مضافة.